ومن مقترحات هذا الشيطان الرجيم هو أن ينكح الرجل يده، وهو المراد به الاستمناء. ونكاح الرجل يده يجمع مع حرمته عند جماهير أهل العلم، يجمع معه قلة حيائه من ربه، قلة حيائه. الاستمناء استفراغ الشهوة بيده حتى يبرد ظنا منه أن لا يراه أحد، ولذلك يسمونها العادة السرية. أقبح اسم تسمى به نكاح اليد أن يسمى سرية. سرية على من؟ على البشر؟ نعم. ولذلك أنا أقول لمن ابتلي بنكاح يده، لو أن رجلا يصورك وأنت في خلوتك فلما فرغت هددك بنشر المقطع بين الناس، ألا تكون فضيحة؟ ألا تكون فضيحة؟ وتشتري منه المقطع هذا بكل أموالك. طيب هذا مخلوق صورك بره وأنت ما تدري. أين الخالق الذي جعل ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، والذين يسجلون عليك وما تخشى أن تنطق اليد يوم القيامة وترتفع أمام الخلق بعد ختم الله على الفم، فتقول أنا له نكحت. إن نكاح اليد اعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اعتداء على الفرج، لأن الإنسان إذا بلغ به حال أن نكح يده معناه أنه إما أن له ذكريات مع الفسوق أحيانا، أو أنه هيج نفسه بما هيج نفسه برؤية محرم ما استطاع الصبر عنه، أو هو يعيش في خياله الذكريات. معظم نكاح اليد الاعتداء الآثم على الفرج، واعتداء الإنسان على نفسه، معظمه يحدث لاحتفاظ الإنسان بصور قديمة دائما ينزلها الشيطان في عقله، دائما يجعله يتصورها، دائما يجعله يتذكرها. إذا خلى أو اختفى أو آوى إلى مبيت أتى الشيطان يفتح له الصفحات. يقول البعض بعض أهل العلم كرهها، بعض أهل العلم حرمها، جميع جماهير أهل العلم على حرمتها، على حرمتها. وإن ذكر بعضهم قالوا إن خشي الزنا، إن خشي الزنا يعني بلغ إلى درجة الخوف من كبيرة الزنا فعملها فعسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يعفو عنه. ذلك هذه العادة تذهب وضاءة الوجه، تنهك البدن، تسلب نور العين، تجعل الإنسان محتقرا لنفسه، يعيش محتقر في إذا تأججت به الشهوة فعلها، فإذا انتهى احتقر نفسه. احتقار النفس وازدراؤها عقوبة معجلة تجعل الإنسان في داخل نفسه لا يرى أنه كامل الإرادة ولا كامل الإيمان، وأنه أسير للشيطان. ولذلك الله ماذا أمر الإنسان إذا زادت شهوته؟ بالعفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. إذن الأزواج هم الطريقة الوحيدة للوصول إلى الشهوة الحلال، بل الوصول إلى الحلال من المرأة عبادة تبلغك رضا ربك. قال الحبيب وفي بضع أحدكم صدقة. ولذلك جعل الله للمؤمن مخرج واحد، ما في مخرج ثاني. ولذلك أحبابنا بعضهم يقول أنا بأخر الزواج. طيب يا شيخ أنت ألا تميل للأنثى؟ قال بلى والله أني أصارع عيني وجسمي وقلبي. قال عمر لشاب سأله، عمر تراه الفاروق، عمر يقول لرجل أما تزوجت؟ قال ليس لي حاجة في النكاح. قال أنت إما عاجز أو فاجر، حول ولا قوة إلا بالله، واحدة من الثنتين، يا أنك عاجز في الباءة لا تستطيع النساء مرضا، أو لا تستطيع النساء مالا، أو أنك لك مخرج ما نبقى 13 ولا 15 مخرج الشيطان رايح معه ووجدت مصرفا من المصارف. ولذلك أيها الأحباب، مصرف العادة السرية نكاح اليد على الصحيح مصرم فيه قلة حياء من الله، والصحيح حرمته لأنه اعتداء. وما فتح الله للرجل ولا للمرأة لإخراج الشهوة إلا طريق النكاح أو ملك اليمين. المواقع التي الآن يرسل إلى بعض أبنائنا، أتدري ما هي؟ إذا قيل موقع إباحي وش معناه؟
ترى بعضنا أحبابي موقع إباحي يقول الرجال إن قاعد نجمره، نسأل الله العافية، الله يحسن عزاك، ما هو جالس جنبها. عرات كما أنجبتهم أمهاتهم، ويفعلون فعل الوحوش والحمير والحمر، يتهارشون كالحمر. وهذا المنظر صاحب الفطرة السليمة مثلك ما يرضاه. لكن أحبابي لو جعلنا الحبل على الغارب لأبنائنا وش بيصير بعدين؟ أنا طالبكم فلتروا النت، وليس فيه نت كامل، ولا تحط واي وفاي، حط عندك الممكن أن تضع جهاز لجهازي لابتوب واحد في البيت، لابتوب واحد، وحط جنبه طابعة، كلنا ندخل. وتعلم أيها الأب كيف تعرف المواقع اللي دخلوها، بل تستطيع بالإيميل أن ترسل إيميل وتسحب كل المواقع اللي دخلت في البيت تعرفها، ليس تلصصا لكن خوفا على مهج قلوبنا وعلى أكبادنا وعلى عيوننا. يا بني يوسف قيل هيت لك، والحين الجوال يقول لك هيت لك كل يوم. يوسف مرة واحدة فقال معاذ الله، هل تقول معاذ الله عند كل نداء للفطرة المنتكسة؟ كان الإمام أحمد يقول من رأيتموه يكرر النظر إلى الأمرد فاتهموه، يعني هذا مهم مضبوط، دينه مو كامل. ولذلك نقول لكل من رأى في نفسه مرضا وفي قلبه ميلا، وأنت أدرى أنت أعلم بنفسك وأعلم بقلبك وأعلم بخيانة عينك.